معك بلحة. شيخنا الشيخ أحمد قال كلام طيب جدا، ربط ما بين التمر وما بين قصة السيدة مريم عليها السلام. موضوع التمر طبعا له حكاية. بس لا تلاش ولو أكلته نسيا فلا شيء عليك. عندنا عليك القضاء. طب فكرت ليه؟ عندنا عليك القضاء يا حبيبي عند الملكية. طبعا. وين حديث النبي من أفضل من أكل نسيا؟ أي ماشي، ما ما في بقى كذا من أكل أو شرب نسيا في اليتم صومه أي فإنما طعم الله سقاه يعني رفع عنه الإثم. خلينا هنا بس. التمرة أنا وزنتها مرة حوالي 10 جرام. إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنص نص تمرة، يعني ممكن نص التمرايه ده ينجيني من النار. نص تمرايه ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. يبقى شق التمرة ده، نص التمرة ده، ده ممكن فعلا فعلا يكون سبب لك من الايه، من النجاة. الإنسان يتصدق بتمرة والحاجة الصغيرة دي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة، بتكبر يربيها لو حتى تكون مثل الجبل، وفي رواية حتى تكون كجبل أحد. أنا دخلت في رواية أعظم من الجبل كمان. خلينا في جبل. خلينا في جبل اللي هو أنا دخلت شفت المقاسات والمساحات بتاعة الجبل. طوله حوالي 7 كيلو، ارتفاع حوالي كيلو، عرض حوالي من 2 ل 3 كيلو. يعني شوف خلي حضرتك نصف تمرة أو تمرة وتبقى ليا في الآخرة قد جبل أحد اللي هو 7 كيلو في ارتفاع كيلو في عرض 2 كيلو أو 3 كيلو. التمرة ده هي ده هي اللي أنا أجيب كيلو التمر ب20 جنيه. ديت لو أنا رحت مثلا قلت راجل هات لي تمرة هدالي ببلاش، وديت تبقى عند ربنا سبحانه وتعالى كجبل أحد. يعني أنت لا تستصغر الخير. النقطة اللي أنا عايز أشرحها هي وجيب لي جبت معايا التمرة، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر النقير والقطمير والفتيل، ده كله متعلق بالتمرية. لما نشق التمرية كده يا سيدة هتلاقي فيه طبقة رقيقة بين النواة وبين التمرة، البيضة دي. تمام، قشرة البيضة اللي هي البيضة دي. ايوه هي القشرة دي. البيضة دي القشرة. دي يسمى القطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. دي النقير القطمير. طيب ما حاجة يعني ضعيفة جدا جدا, جداً. يعني هو الذي يعبد شيئا من دون الله سبحانه وتعالى ما ينفعش معاه زي بتاع دي، تنفع في حاجه؟ لا ولا يساوي يعني. ولا اي حاجه. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تمام، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللهم عافيه. يبقى ده ايه؟ ده القطمير. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. نقره لو قلبنا ظهر التمره ادي النقره اهي، حاجه نقره اهي في ظهر وضحها كده نقره. النقره دي هي مقصود بها النقير، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيظلمك ولو قد النقره دي. هتاخد حقك طبعا. ان الله لا يظلم مثقال ذره. طبعا ربنا هو العدل، ان تكو حسنه يضاعفها العدل. تمام. يبقى احنا كده قلنا ليه القطمير طبعا الرقيقه دي النقير، والنقير النقره دي، باقي الفتيل. الفتله اللي هي في شق النواه بتلاقي فيه فتله كده او خيط الخفيفه قوي دي، ده الفتيل. ولا تظلمون فتيلا. سبحان الله. ف يعني شوف حاجات دقيقه. انا عايز اقول بقى ايه، ان انت الحاجه الصغيره لما تعمل اي خير ما تستصغرش، لا تحقرن من المعروف شيء. هيقعد لك. بس نشوف بقى تقرير خير مع الكلام الجميل ده.